البداية لابد أن أتوجه بالتحية والتقدير وأتقدم بالشكر على الدعوة الكريمة التي وجهت لي جمعية أصدقاء الإذاعة والتلفزة للثقافة والاتصال بهذه المدينة الجميلة مدينة البغاز طنجة للمساهمة في هذا الملتقى الهام ملتقى البغاز للإعلام الجهوي في دورته الخامسة حول موضوع الإعلام الإلكتروني بين الكفاءة المهنية والالتزام بالقوانين والتجاوزات الأخلاقية بمعية عدد من الأصدقاء والأستاذة والأكاديميين الزميلات والزملاء. تدخلي سينصب في الشق المتعلق بالصحافة الجهوية بصفة عامة والصحافة الجهوية الإلكترونية بصفة خاصة. وفي هذا السياق أقول أن الصحافة الجهوية بالمغرب باتت تعرف متغيرات كثيرة خاصة في ظل تكاثر المواقع الإخبارية المهتمة برصد سكنات وحركات المجتمع. ولئن كانت الأحداث والتفاعلات التي عرفها المشهدين السياسي والاجتماعي في المغرب في السنين الأخيرة قد ساهمت كثيرا أو قليلا في ظهور ما يسمى بدور المواقع الإلكترونية أو على نحو ما ساهمت في اتساع رقعة انتشارها، فإن هذا البروز رافقته إشكاليات كثيرة، بل وطرح علامات استفهام تشكل في الوقت الحالي أحد أبرز المواضيع التي تفرض نفسها بإلحاء في نقاشات دائرة حول مجتمع التكنولوجيات والمعلومات. وظهور الصحافة الإلكترونية الجهوية بالمغرب تزامن كذلك مع تطور ملحوظ في نسبة استعمال شبكات الإنترنت في بداية العقد الأول من الألفية الثالثة، وهو التطور الذي بدأ يزيح تدريجيا دور وسائل الإعلام التقليدية في تقطير الرأي العام وتحقيق وظائف الصحافة في المجتمع، حيث ولج المغرب الإنترنت كما هو معروف منذ سنة 1995، وبعد 24 سنة أي في نهاية 2018 يستفيد أكثر من نصف سكان البلاد من خدمات الإنترنت، أي حوالي 24 مليون مستعمل، حيث يتجاوز المتوسط المحدد على الصعيد الإفريقي والبالغ 36% حسب تقرير موبايل رومبورت 2019 الذي يعزز فرضية تنامي عدد متابعي الصحافة الإلكترونية بالمغرب. وفي سياق ظهور الصحافة الإلكترونية واتجاه المغرب نحو تبني نظام جديد لتدبير التراب الوطني بعد الخطاب الملكي الداعي إلى إقرار الجهوية المتقدمة والشروع في المرحلة الموالية من مسار الجهوية المتقدمة، طرحت أهمية الإعلام الجهوي والمحلي في مسيرة هذا التحول السياسي الحاسم في المغرب ما بعد استقلاله. ولا بأس من التذكير في هذا المقام بأن النقاش حول الصحافة الجهوية ليس وليد اليوم، ولم يأتي في ظل موجة الصحافة الإلكترونية، إنما برزت ملامحه الأولى خلال انعقاد المناظرة الوطنية حول الإعلام سنة 1993، حينما دعا مجموعة من الإعلاميين والصحفيين إلى إفراد مجموعة من التوصيات النهائية الخاصة بالصحافة الجهوية الورقية آنذاك. والواقع أن الصحافة الجهوية شهدت تعثرات جمة، ولم تؤسس لفعل صحافي قوي يسمح بظهور جرائد جهوية تستجيب لمقومات احتلال. وحتى الصحف الوطنية التي لجأت في مرحلة بعينها إلى انتداب مراسلين جهويين فشلت إلى حد بعيد في استحضار البعدين المحلي والجهوي في محتواها، نظرا لطغيان النظرة النضالية والحسابات السياسية على المضمون الصحفي. لكن تناسل المواقع الإلكترونية المحلية والجهوية أعاد إلى واجهة النقاش القديم الجديد المرتبط بارتقاء بالصحافة الجهوية في صيغتها الإلكترونية، بيد أن العناية بالدينامية الكبيرة بالصحافة الإلكترونية الجهوية أو المحلية لا تتهم فقط بالأدوار التي من ممكن أن تنفرد بها في سياق استعداد الدولة المغربية للانتقال إلى تدبير ترابي جديد يرتكز على الجهوية المتقدمة، بل إن هذه العناية تسائل المهتمين والأكاديميين عن إشكاليات جديدة فرضتها الصحافة الإلكترونية الجهوية في مقدمتها إشكالية ضمان الاحترام وتكريس أخلاقية المهنة، مع ما يتمخض عن هذه الإشكاليات من أسئلة تتصل أساساً بالسبل القنينة بتطوير الصحافة الإلكترونية الجهوية في علاقتها بالمستجدات الطارئة في مجال الصحافة الإلكترونية بالمغرب. من الواضح جداً أن الصحافة الإلكترونية أصبحت تقترن بإعلام القرب أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى المنافسة الشرسة من طرف الصحافة المكتوبة والتلفزيون. في هذا الصدد يجيب الأستاذ عبد الوهاب الرامي الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والتصوير
على سؤال محوري حول أهمية مبدأ القرب في الصحافة الإلكترونية، اللي يبرز أن مبدأ القرب يمكن أن يحقق التميز بين الصحافة الإلكترونية وباقي وسائل الإعلام الأخرى. ويرى الرامي أن القرب الجغرافي ليس هو وحده من يحقق مبدأ القرب، بقدر ما هناك أبعاد أخرى يمكن أن تتولد عنه، وهي القرب النفسي والعاطفي، وهي أبعاد لا مندوحة من استحضارها في ممارسة الإعلام الإلكتروني. بالنسبة للكتاب الأبيض، اعتبر مسألة ترسيخ مبدأ الإعلام القرب مدخلا أساسيا لتحسين محتوى ومضمون الصحف الإلكترونية. تساهم الصحافة الإلكترونية في نشر وتوزيع الأخبار بشكل سريع وفوري مستمر، وبقدر قرب الصحافة الإلكترونية من المواطنين تزداد أهميتها ونسبة انتشارها، وتصبح هذه الصحافة التشاركية كلما عبرت بصدق ودقة عن آراء المواطنين وأفكارهم واحتياجاتهم ومخاوفهم ومشاكلهم، وأتاحت لهم التفاعل معها خاصة عن طريق إشراكهم في موادها التحريرية. ويبدو ملحا أن يتجه تطوير محتوى الصحافة الإلكترونية الجهة المغربية نحو تعزيز المحتوى المحلي والجهوي بشكل يعكس خصوصية الجهة ويوطن إعلام القرب. ومع مجيء الإعلام الإلكتروني تغير الوضع كثيرا، وغدت المواقع الإلكترونية الجهوية مصدرا أساسيا لنقل المعلومات واستقاء الأخبار. لقد عانت الصحافة الجهوية المكتوبة من عوائق كثيرة، وهي تواجه سؤال بقى أمام غياب المطابع وتركزها في محوري الرباط والدربضة، مما حل بوزير الاتصال السابق المرحوم محمد عربي المساري في عهد الحكومة التناوب التي قادها الأستاذ عبد الرحمن يوسفي إلى التفكير في إنشاء مطابع جهوية، لكن مغادرة المساري الحكومة حال دون ذلك. إن التفكير بهذه الصيرورة قد يسعف في فهم بعض الميكانيزمات استغلال المواقع الإلكترونية الجهوية التي أصبح البعض منها يتوفر على مقرات وعلى مكاتب بفضل المداخل المالية، بعض مداخل. واضح إذن أن المشكل الاقتصادي بدأ يتوارى بالنظر إلى الكلفة المنخفضة لإنشاء المواقع الإلكترونية. لكن سؤال أخلاقية المهنة ظل أكثر من الحاحية، بل شكل الحلقة الرئيسية في كل النقاشات التي همت موضوع الصحافة الإلكترونية بشكل عام. وعلى أكثر الموضوع الذي نناقشه اليوم، تصب كل النقاشات دائرة بالمغرب حاليا حول الصحافة الإلكترونية في اتجاهين كبيرين: الأول يرتبط بأخلاقية المهنة، والثاني باحترام القواعد المهنية وضرورة تكوين الصحفيين الإلكترونيين. ومبعث كل هذه السجلات هو المخاوف التي تساوي الكثيرين من مضي الصحافة الإلكترونية بالمغرب في خرق الأخلاقية المهنة. ويقدم الأستاذ عبد الوهاب الرامي كذلك المنسق الوطني للجنة الوطنية أو لجنة إعداد الكتاب الأبيض الخاص بتأهيل الصحافة الإلكترونية خطط يرسم من خلالها أبعاد أخلاقية المهنة ومؤداها، أن الأخلاقيات هي كل ما يمس ظاهر دولة القانون والسلم الاجتماعي وأمن الأشخاص والحياة الخاصة والحق من والعنف والكراهية والتمييز والمساس بحقوق الأقليات والفئات والأداب العامة. والالتزام المهني هو التزام أخلاقي، والتزام مهني يجنب كثيرا من المزالق الأخلاقية ومن المشاكل أمام القضاء. من جهته يحدد الإعلان مبادئ الفيدرالية الدولية للصحفيين بممارسة مهنة الصحافة قواعد أخلاقية مهنة فيه: أولا، إن احترام كل من الحقيقة وحق الجمهور في معرفتها يشكل الواجب الأساسي للصحفي. ثانيا، انسجاما مع الواقع مع الواجب، سوف يدافع الصحفي في كل زمان عن مبدأ المزدوج المتمثل في حرية تقصي المعلومة ونشرها بأمانة، والتعليق والنقد والحق في التعليق العادل والنقد الأمين. ثالثا، لا ينقل الصحفي أو الصحفية سوى الوقائع التي يعرف مصدرها، ولا يحذف المعلومات الجوهرية، ولا يزور الوثائق والمعطيات والكلام. رابعا، لا يستعمل الصحفي من أجل الحصول على المعلومات أو صور وثائق إلا وسائل عادلة. خامسا، يبذل الصحفي قصارى جهده ويستعمل كافة وسائل من أجل تصحيح كل معلومة منشورة ظهر أنها ضارة وغير صحيحة. سادسا، يحافظ الصحفي على السر المهني فيما يتعلق بمصدر معلوماته المحصل عليه بكيفية سرية. سابعا،
يحترز الصحفي من أخطار تمييز تروج له وسائل الإعلام، ويقوم بكل ما في وسعه من أجل تفادي تسهيل كل تمييز من هذا النوع قائم بخاصة على العرق والجنس أو العادات الجنسية أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها أو الأصل القومي أو الاجتماعي. ثانيا، تعتبر أخطاء مهنية جسيمة انتحال، التشويه بسؤنية، الفراء، النميمة، التشهير، اتهامات غير قائمة على أي أساس أو قبول مكافأة ما عن نشر خبر أو حذفه. تاسعا، يلتزم كل صحفي جديد بهذا الاسم بواجب المراعاة الصارمة للمبادئ الواردة أعلاه. والصحفي الذي يعترف بقانون كل بلد لا يقبل في المجال المهني إلا قضاء نظرائه خارج كل تدخل حكومي أو غيره. إذن من الواضح جدا أن معظم الإعلانات التي نصت على ضرورة ترسيخ أخلاقية المهنة خصص حيزا كبيرا من بنودها للتركيز على رسالة الصحفي في المجتمع. أما بخصوص المشاكل التي تعانيها الصحافة الجهوية الإلكترونية فيمكن إجمالها في نقاط تالية: صعوبة الحصول على الخبر أو المعلومة، ضعف الموارد المالية والبشرية في مجال الصحافة الإلكترونية، غياب الدعم العمومي مركزيا وجهويا. لحد الآن لا توجد أي جريدة جهوية توصلت للدعم نهائيا، هناك فقط بعض المواقع الإلكترونية الوطنية هي التي أخذت وهي معدودة الأصابع. الإكراهات التقنية والمادية والمعلوماتية، ضعف التكوين وقلة دورات تكوينية وتأهيلية، صعوبة حماية حقوق الملكية الفكرية للمقال في المجال الإلكتروني، غياب الوعي في مجال الإعلام الإلكتروني، وعلى المستوى التنظيمي قليلة هي الصحف التي توفر على المواد البشرية المؤهلة لتحيين مواقعها الإلكترونية في الوقت المناسب، ضعف حجم الاستثمار في القطاع بخلاف ما يجري في البلدان العربية أو بعض البلدان الغربية عفوا أو بعض البلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. النقطة الأساسية وهي التكوين كمدخل في الاحتلال. في المغرب كما هو الحال في عدد من البلدان ذات التجربة المتواضعة والهشة والحديثة في مجال الصحافة والديمقراطية، توجه انتقادات إلى بعدين في ممارسة الصحافة المهنية والأخلاق. ومن الضروري أن نؤكد هنا على أن مثل هذه الانتقادات تنسحب كذلك على الصحافة الجهوية الإلكترونية المغربية. لقد كان تدعيم الصحافة الجهوية المغربية من بين المقترحات التي ظلت دائما محط نقاش بين السلطة الحكومية والفاعلين الإعلاميين فيما شكلت المنظر الوطني للصحافة سنة 1993 بداية اهتمام الصحافة الجهوية الورقية، وكانت توصيات واضحة في هذا الشأن مرتكزة على الدعم المالي للصحافة الجهوية. من جهة أخرى أفرد الكتاب الأبيض الخاص بتأهيل الصحافة الإلكترونية بابا الحديث عن تأهيل الصحافة الإلكترونية الجهوية، حيث اقترح أولا تنظيم دورات تكوينية جهوية ومحلية بهدف تأهيل موارد البشرية الصحفية في كل مناطق المغرب ليساهم القطاع في دعم سياسات تشغيل الشباب وتأهيل الثقافة الرقمية وسط المهنيين والمهتمين. ثانيا، إعادة مخططات للتكوين في مجال الصحافة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والجهوي لتتبع من احتياجات كل منطقة وجهة. من المهم أن نسجل هنا أن الصحافة الإلكترونية الجهوية أسست لرؤية جديدة لإعلام القرب، إذ خطط الطبع المركزي للصحف وسيطرت على جزء كبير من القراء لأنها تتصف بسرعة في نقل الخبر والوصول إلى مصادره، ويمكن نميز فيها الصدر بين مستويات كثيرة من قادة القرب. تأسيس على ما سبق لمنصة اليوم بالنسبة للصحافة الإلكترونية الجهوية من اعتماد قانون القرب رغبة في تحسين أدائه المهنية وضمان فرادتها لكن دون المس بأخلاقية المهنة. وللنهوض بالصحافة الجهوية فإن الجمعية المغربية للصحافة الجهوية تقترح ما يلي: تقديم الدعم العمومي مركزيا وجهويا للصحافة الجهوية الإلكترونية مع تقليص العدد المطلوب من الصحفيين من أجل الاستفادة من الدعم من 4 إلى 2. دابا في القانون دايرين باش تاخذ الدعم باش تحصل على الدعم جريدة وطنية إلكترونية أو جريدة جهوية إلكترونية خصها تكون عند 4 صحفيين بالإضافة إلى المدير، وينطبق هذا ينطبق على الوطني والجهوي، وهذا لا يعقل. الوطني عنده الإمكانيات خص يكون تمييز بين الصحافة الجهوية الإلكترونية والصحافة الإلكترونية، هذا أساسي. خصنا أنا حنا نطرحوا اللي يكون 2 المدير بإضافة 2 كما هو الشأن بالنسبة للدعم للصحافة الورقية. الصحافة الوطنية كيطلبوا 7 واليومية 15
اللي الاسبوعيات 7 والجهويات دوريات 3. هذه اذا هذا وقت يمشيو على ما هو ورقي يمشيو على الطريقه ديال الحكومه خصها تمشي في هذا الاتجاه انه تصرع هذا الشيء. ثالثا وضع استراتيجيه التكوين الاساسي والتكوين المستمر تشمل كل التخصصات المرتبطه بالتكنولوجيا الرقميه والصحافه الالكترونيه. طبيعه الحال النقابه عندها واحد الصندوق خاص بالتكوين ولكن خص الصحافه الالكترونيه الجهويه هي تستفيد من هذا الصندوق. رابعا احداث صندوق لتمويل عمليه التكوين والتكوين المستمر بغايه التمكين على مستوى قطاع الصحافه الالكترونيه الجهويه من صحفيين وتقنيين من ادوات التكنولوجيا والمهنيه والرفع من كفاءتهم. خامسا وضع اليه لقياده ومتابعه وتقييم مخططات التكوين في مجال الصحافه الالكترونيه الجهويه. سادسا تبني السياق التشاركيه في التكوين لانها الاكثر تحسيسا لمواضيع التكوين والاكثر قدره على فرز الاحتياجات وايجاد السياق التكوينيه الملائمه لها. سابعا اشراك مهني الصحافه الالكترونيه الجهويه في التأطير المرتبط بوسائل الإعلام الجديدة من معاهد التكوين الإعلامي. ثامنا إحداث جائزة للصحافة الجهوية الإلكترونية بمعايير وتصورات جديدة ذات بعد بيداغوجي ضمن الجائزة الوطنية للصحافة تخلق القدرة على المنافسة خاصة من أجل تثمين ابتكار وترشيد المحتوى. وهنا نفتح قوس ونحيي جهات سوس ماسة أنه أحدث دارت واحد جائزة جهوية خاصة بالصحفيين على مستوى الجهات جهات ونتمنى انه هذه الجائزه الجهويه على مستوى الجهات يعني تطبق على جميع الجهات ويعني ينخرطوا فيها رؤساء الجهات على مستوى الوطني. تاسعا حث مؤسسات التكوين الاعلامي بالمغرب على برمجه الصحافه الجهويه الالكترونيه كماده قائمه بذاتها في مختلف المستويات. عاشرا انشاء اجازه مهنيه خاصه بالصحافه الجهويه الالكترونيه في مجال وسائل الاعلام الجديده بمؤسسات التكوين الاعلامي في المغرب العمومي والخاصه. 11 تشجيع البحث العلمي في مجال الصحافه الالكترونيه على مستوى الاجازه والماستر والدكتوراه بمؤسسات التكوين الاعلامي وكذلك مراكز البحث بالمغرب. 12 واخيرا تكوين مكونين في مجال الصحافه الجهويه الالكترونيه لكل حلفائها. اذا واحد عدد النقاط نظن قال نقول ان الصحافه الالكترونيه بشقها الوطني والجهوي اثبتت ان بمقدورها سبو مكان الصدارة في المشهد الإعلامي المغربي ولأنها أفسحت المجال أمام إحساسيات سياسية وثقافية كان صوتها خافتا في المجتمع ومقصيا من الإعلام العمومي بصفة خاصة ولأن منسوب حرية التعبير انطبع مع ظهور الصحافة الإلكترونية فإن الحكومة ملزمة بمواكبة هذا التحول وتقديم كل الدعم اللازم لتطويره وتجويده. والموازاة مع ذلك لا تقع المسؤولية فقط على الحكومة بغية تطوير الصحافة الإلكترونية بل هي مسؤولية تتقاسمها كذلك يتقاسمها المهنيون مع معاهد التكوين العمومية والخاصة. وبالنسبة للصحافيين الجهويين الإلكترونيين لا منص لهم سوى التزام بأخلاقيات المهنة والسعي إلى ضمان تكوين يتسابق مع سرعة تطور القطاع وكذلك من أجل أن يحظى هذا القطاع يعني قطاع الصحافة الإلكتروني الجهوي بالمصداقية وبالثقة لدى الرأي العام. وشكرا. الأستاذ فريس الوالي رئيس الجمعية العربية للصحافة الجوية شكرا لك. والآن مداخلة للدكتور إبراهيم الشعبي رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان. تفضل. شكرا السيدة الرئيسة. تحية لكل الحاضرات ولكل الحاضرين هنا بهذه القاعة الجميلة وبهذه المدينة الأجمل. تحية للجهة المنظمة وفي مقدمتها صديق والزميل العزيز. في البداية لابد أن أتوجه بالتحية والتقدير وأتقدم بالشكر على الدعوة الكريمة التي وجهت لجمعية أصدقاء الإذاعة والتلفزة للثقافة والاتصال بهذه المدينة الجميلة مدينة البغاز طنجة للمساهمة في هذا الملتقى الهام ملتقى البغاز للإعلام الجهوي في دورته 5 حول موضوع الإعلام الإلكتروني بين الكفاءة المهنية والالتزام بالقوانين والتجاوزات الأخلاقية بمعية عدد من الأصدقاء والأستاذة والأكاديميين الزميلات والزملاء. تدخلي سينصب في الشق المتعلق بالصحافة الجهوية بصفة عامة والصحافة الجهوية الإلكترونية بصفة خاصة. وفي هذا السياق أقول أن الصحافة الجهوية المغرب باتت تعرف متغيرات كثيرة
خاصة في ظل تكاثر المواقع الإخبارية المهتمة برصد سكنات وحركات المجتمع. ولئن كانت الأحداث والتفاعلات التي عرفها المشهدين السياسي والاجتماعي في المغرب في السنين الأخيرة قد ساهمت كثيرا أو قليلا في ظهور ما يسمى بدور المواقع الإلكترونية أو على نحو ما ساهمت في اتساع رقعة انتشارها، فإن هذا البروز رافقته إشكاليات كثيرة، بل وطرح على ما استفهام تشكل في الوقت الحالي أحد أبرز المواضيع التي تفرض نفسها بإلحاء في نقاشات دائرة حول مجتمع التكنولوجيات والمعلومات. وظهور الصحافة الإلكترونية الجهوية بالمغرب تزامن كذلك مع تطور ملحوظ في نسبة استعمال شبكات الإنترنت في بداية العقد الأول من الألفية الثالثة، وهو التطور الذي بدأ يزيح تدريجيا دور وسائل الإعلام التقليدية في تقطير الرأي العام وتحقيق وظائف الصحافة في المجتمع، حيث ولج المغرب الإنترنت كما هو معروف منذ سنة 1995، وبعد 24 سنة أي في نهاية 2018 يستفيد أكثر من نصف سكان البلاد من خدمات الإنترنت، أي حوالي 24 مليون مستعمل، حيث يتجاوز المتوسط المحدد على الصعيد الإفريقي والبالغ 36% حسب تقرير موبايل روبورت 2019 الذي يعزز فرضية تنامي عدد متابعي الصحافة الإلكترونية بالمغرب. وفي سياق ظهور الصحافة الإلكترونية واتجاه المغرب نحو تبني نظام جديد لتدبير التراب الوطني بعد الخطاب الملكي الداعي إلى إقرار الجهوية المتقدمة والشروع في المرحلة الموالية من مسار الجهوية المتقدمة، طرحت أهمية الإعلام الجهوي والمحلي في مسيرة هذا التحول السياسي الحاسم في مغرب ما بعد استقلاله. ولا بأس من التذكير في هذا المقام بأن النقاش حول الصحافة الجهوية ليس وليد اليوم، ولم يأتي في ظل موجة الصحافة الإلكترونية، إنما برزت ملامحه الأولى خلال انعقاد المناظرة الوطنية حول الإعلام سنة 1993، حينما دعا مجموعة من الإعلاميين والصحفيين إلى إفراد مجموعة من التوصيات النهائية الخاصة بالصحافة الجهوية الورقية آنذاك. والواقع أن الصحافة الجهوية شهدت تعثرات جمة، ولم تؤسس لفعل صحافي قوي يسمح بظهور جرائد جهوية تستجيب لمقومات احتلال. وحتى الصحف الوطنية التي لجأت في مرحلة بعينها إلى انتداب مراسلين جهويين فشلت إلى حد بعيد في استحضار البعدين المحلي والجهوي في محتواها، نظرا لطغيان النظرة النضالية والحسابات السياسية على المضمون الصحفي. لكن تناسل المواقع الإلكترونية المحلية والجهوية أعاد إلى واجهة النقاش القديم الجديد المرتبط بارتقاء بالصحافة الجهوية في صيغتها الإلكترونية، بيد أن العناية بالدينامية الكبيرة بالصحافة الإلكترونية الجهوية أو المحلية لا تلتهم فقط بالأدوار التي من الممكن أن تنفرد بها في سياق استعداد الدولة المغربية للانتقال إلى تدبير ترابي جديد يرتكز على الجهوية المتقدمة، بل إن هذه العناية تسائل المهتمين والأكاديميين عن إشكاليات جديدة فرضتها الصحافة الإلكترونية الجهوية، في مقدمتها إشكالية ضمان الاحترام وتكريس أخلاقية المهنة، مع ما يتمخض عن هذه الإشكاليات من أسئلة تتصل أساساً بالسبل القنينة بتطوير الصحافة الإلكترونية الجهوية في علاقتها بالمستجدات الطارئة في مجال الصحافة الإلكترونية بالمغرب. من الواضح جداً أن الصحافة الإلكترونية أصبحت تقترن بإعلام القرب أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى المنافسة الشرسة من طرف الصحافة المكتوبة والتلفزيون. في هذا الصدد يجيب الأستاذ عبد الوهاب الرامي الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والتصوير على سؤال محوري حول أهمية مبدأ القرب في الصحافة الإلكترونية، اللي يبرز أن مبدأ القرب يمكن أن يحقق التميز بين الصحافة الإلكترونية وباقي وسائل الإعلام الأخرى. ويرى الرامي أن القرب الجغرافي ليس هو وحده من يحقق مبدأ القرب، بقدر ما هناك أبعاد أخرى يمكن أن تتولد عنه، وهي القرب النفسي والعاطفي، وهي أبعاد لا مندوحة من استحضارها في ممارسة الإعلام الإلكتروني. بالنسبة للكتاب الأبيض، اعتبر مسألة ترسيخ مبدأ الإعلام القرب مدخلا أساسيا لتحسين محتوى ومضمون الصحف الإلكترونية، إذ تساهم الصحافة الإلكترونية في نشر وتوزيع الأخبار بشكل سريع وفوري مستمر. وبقدر قرب الصحافة الإلكترونية من المواطنين تزداد أهميتها ونسبة انتشارها، وتصبح هذه الصحافة التشاركية كلما عبرت بصدق ودقة عن آراء المواطنين وأفكارهم واحتياجاتهم ومخاوفهم
ومشاكلهم، وأتاحت لهم التفاعل معها خاصة عن طريق إشراكهم في موادها التحريرية. ويبدو ملحا أن يتجه تطوير محتوى الصحافة الإلكترونية الجهة المغربية نحو تعزيز المحتوى المحلي والجهوي بشكل يعكس خصوصية الجهة ويوطن إعلام القرى. ومع مجيء الإعلام الإلكتروني تغير الوضع كثيرا، وغدت المواقع الإلكترونية الجهوية مصدرا أساسيا لنقل المعلومات واستقاء الأخبار. لقد عانت الصحافة الجهوية المكتوبة من عواقب كثيرة، وهي تواجه سؤال بقاء أمام غياب المطابع وتركزها في محوري الرباط والدربضة، مما حل بوزير الاتصال السابق المرحوم محمد عربي المساري في عهد الحكومة التناوب التي قادها الأستاذ عبد الرحمن يوسفي إلى التفكير في إنشاء مطابع جهوية، لكن مغادرة المساري الحكومة حال دون ذلك. إن التفكير بهذه الصيرورة قد يسعف في فهم بعض الميكانيزمات استغلال المواقع الإلكترونية الجهوية التي أصبح البعض منها يتوفر على مقرات وعلى مكاتب بفضل المداخل المالية بعض مداخل. واضح إذن أن المشكل الاقتصادي بدأ يتوارى بالنظر إلى الكلفة المنخفضة لإنشاء المواقع الإلكترونية. لكن سؤال أخلاقية المهنة ظل أكثر من الحاحية، بل شكل الحلقة الرئيسية في كل النقاشات التي همت موضوع الصحافة الإلكترونية بشكل عام. وعلى أكثر الموضوع الذي نناقشه اليوم، تصب كل النقاشات دائرة بالمغرب حاليا حول الصحافة الإلكترونية في اتجاهين كبيرين: الأول يرتبط بأخلاقية المهنة، والثاني باحترام القواعد المهنية وضرورة تكوين الصحفيين الإلكترونيين. ومبعث كل هذه السجلات هو المخاوف التي تساوي الكثيرين من مضي الصحافة الإلكترونية بالمغرب في خرق الأخلاقية المهنة. ويقدم الأستاذ عبد الوهاب الرامي كذلك المنسق الوطني للجنة الوطنية أو لجنة إعداد الكتاب الأبيض الخاص بتأهيل الصحافة الإلكترونية خطط يرسم من خلالها أبعاد أخلاقية المهنة ومؤداها، أن الأخلاقيات هي كل ما يمس ظاهر دولة القانون والسلم الاجتماعي وأمن الأشخاص والحياة الخاصة والحق من والعنف والكراهية والتمييز والمساس بحقوق الأقليات والفئات والأداب العامة. والالتزام المهني هو التزام أخلاقي، والتزام مهني يجنب كثيرا من المزالق الأخلاقية ومن المشاكل أمام القضاء. من جهته يحدد الإعلان مبادئ الفيدرالية الدولية للصحفيين بممارسة مهنة الصحافة قواعد أخلاقية مهنة فيه: أولا، إن احترام كل من الحقيقة وحق الجمهور في معرفتها يشكل الواجب الأساسي للصحفي. ثانيا، انسجاما مع الواقع مع الواجب، سوف يدافع الصحفي في كل زمان عن مبدأ المزدوج المتمثل في حرية تقصي المعلومة ونشرها بأمانة، والتعليق والنقد والحق في التعليق العادل والنقد الأمين. ثالثا، لا ينقل الصحفي أو الصحفية سوى الوقائع التي يعرف مصدرها، ولا يحذف المعلومات الجوهرية، ولا يزور الوثائق والمعطيات والكلام. رابعا، لا يستعمل الصحفي من أجل الحصول على المعلومات أو صور وثائق إلا وسائل عادلة. خامسا، يبذل الصحفي قصارى جهده ويستعمل كافة وسائل من أجل تصحيح كل معلومة منشورة ظهر أنها ضارة وغير صحيحة. سادسا، يحافظ الصحفي على السر المهني فيما يتعلق بمصدر معلوماته المحصل عليه بكيفية سرية. سابعا، يحترس الصحفي من أخطار تمييز تروج له وسائل الإعلام، ويقوم بكل ما في وسعه من أجل تفادي تسهيل كل تمييز من هذا النوع قائم بخاصة على العرق والجنس أو العادات الجنسية أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها أو الأصل القومي أو الاجتماعي. ثامنا، تعتبر أخطاء مهنية جسيمة انتحال، التشويه بسؤنية، الافتراء، النميمة، التشهير، اتهامات غير قائمة على أي أساس، أو قبول مكافأة ما عن نشر خبر أو حذفه. تاسعا وأخيرا يلتزم كل صحفي جديد بهذا الاسم بواجب المراعاة الصارمة للمبادئ الواردة أعلاه. والصحفي الذي يعترف بقانون كل بلد لا يقبل في المجال المهني إلا قضاء وضرائه خارج كل تدخل حكومي أو غيره. إذن من الواضح جدا أن معظم الإعلانات
التي نصت على ضروره ترسيخ اخلاقيه المهنه، خصص حيزا كبيرا من بنودها للتركيز على الرسالة الصحفي في المجتمع. اما بخصوص المشاكل التي تعانيها الصحافه الجهويه الالكترونيه فيمكن اجمالها في النقاط التاليه: صعوبه الحصول على الخبر او المعلومه، ضعف الموارد الماليه والبشريه في مجال الصحافه الالكترونيه، غياب الدعم العمومي مركزيا وجهويا. لحد الان لا توجد اي جريده جهويه توصلت بالدعم نهائيا، هناك فقط بعض المواقع الالكترونيه الوطنيه هي التي اخذت وهي معدوده الاصابع. الاكراهات التقنيه والماديه والمعلوماتيه، ضعف التكوين وقله الدورات التكوينيه والتاهيليه، صعوبه حمايه حقوق الملكيه الفكريه للمقال في المجال الالكتروني، غياب الوعي في مجال الاعلام الالكتروني، وعلى مستوى التنظيمي قليله هي الصحف التي تتوفر على المواد البشريه المؤهله لتحيين مواقعها الالكترونيه في الوقت المناسب، ضعف حجم الاستثمار في القطاع بخلاف ما يجري في البلدان العربيه او بعض البلدان الغربيه عفوا او بعض البلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا. النقطة الأساسية وهي التكوين كمدخل في الاحتلال. في المغرب كما هو الحال في عدد من البلدان ذات التجربة المتواضعة والهشة والحديثة في مجال الصحافة والديمقراطية، توجه انتقادات إلى بعدين في ممارسة الصحافة المهنية والأخلاق. ومن الضروري أن نؤكد هنا على أن مثل هذه الانتقادات تنسحب كذلك على الصحافة الجهوية الإلكترونية المغربية. لقد كان تدعيم الصحافة الجهوية المغربية من بين المقترحات التي ظلت دائما محط نقاش بين السلطة الحكومية والفاعلين الإعلاميين فيما شكلت المنظر الوطني للصحافة سنة 1993 بداية اهتمام الصحافة الجهوية الورقية، وكانت توصيات واضحة في هذا الشأن مرتكزة على الدعم المالي للصحافة الجهوية. من جهة أخرى أفرد الكتاب الأبيض الخاص بتأهيل الصحافة الإلكترونية بابا الحديث عن تأهيل الصحافة الإلكترونية الجهوية، حيث اقترح أولا تنظيم دورات تكوينية جهوية ومحلية بهدف تأهيل موارد البشرية الصحفية في كل مناطق المغرب ليساهم القطاع في دعم سياسات تشغيل الشباب وتأهيل الثقافة الرقمية وسط المهنيين والمهتمين. ثانيا إعادة مخططات للتكوين في مجال الصحافة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والجهوي لتتبع من احتياجات كل منطقة وجهة. من المهم أن نسجل هنا أن الصحافة الإلكترونية الجهوية أسست لرؤية جديدة لإعلام القرب، إذ خطط الطابع المركزي للصحف وسيطرت على جزء كبير من القراء لأنها تتصف بسرعة في نقل الخبر والوصول إلى مصادره، ويمكن نميز فيها الصدر بين مستويات كثيرة من قادة القرب. تأسيس على ما سبق لما نصل اليوم بالنسبة للصحافة الإلكترونية الجهوية من اعتماد قانون القرب رغبة في تحسين أدائه المهنية وضمان فرادتها لكن دون المس بأخلاقية المهنة. وللظهور بالصحافة الجهوية فإن الجمعية المغربية للصحافة الجهوية تقترح ما يلي: تقديم الدعم العمومي مركزيا وجهويا للصحافة الجهوية الإلكترونية مع تقليص العدد المطلوب من الصحفيين من أجل الاستفادة من الدعم من 4 إلى 2. دابا في القانون دايرين باش تاخذ الدعم باش تحصل على الدعم جريدة وطنية إلكترونية أو جريدة جهوية إلكترونية خصها تكون عند 4 صحفيين بالإضافة إلى المدير، وينطبق هذا ينطبق على الوطني والجهوي وهذا لا يعقل. الوطني عنده الإمكانيات خص يكون تمييز بين الصحافة الجهوية الإلكترونية والصحافة الإلكترونية، هذا أساسي. خص أنا حنا كنطرحوا اللي يكونوا 2 المدير بإضافة 2 كما هو الشأن بالنسبة للدعم للصحافة الورقية. الصحافة الوطنية كيطلبوا 7 واليوميات 15 الأسبوعيات 7 والجهويات دوريات 3. إذن هذا وقت يمشي على ما هو ورقي يمشي على الطريقة ديال الحكومة خصها تمشي في الاتجاه أنه تصرع هذا الشيء. ثالثا وضع استراتيجية التكوين الأساسي والتكوين المستمر تشمل كل التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية والصحافة الإلكترونية. طبيعة الحال النقابة عندها واحد الصندوق خاص بالتكوين، ولكن خص الصحافة الإلكترونية الجهوية هي تستفيد من الصندوق. رابعا إحداث صندوق لتمويل عملية التكوين والتكوين المستمر بغاية التكوين العالمي في قطاع الصحافة الإلكترونية الجهوية من صحفيين وتقنيين من أدوات التكنولوجيا والمهنية والرفع من كفاءتهم. خامسا وضع آلية لتقيادة ومتابعة وتقييم مخططات التكوين في مجال الصحافة الإلكترونية الجهوية. سادسا تبني السياق التشاركية في التكوين لأنها الأكثر تحسيسا لمواضيع التكوين والأكثر قدرة على فرز الاحتياجات وإيجاد السياق التكوينية الملائمة لها. سابعا إشراك مهني الصحافة الإلكترونية الجهوية
في تأطير المرتبط بوسائل الإعلام الجديدة من معاهد التكوين الإعلامي. ثامنا، إحداث جائزة للصحافة الجهوية الإلكترونية بمعايير وتصورات جديدة ذات بعد بيداغوجي ضمن الجائزة الوطنية للصحافة، تخلق القدرة على المنافسة خاصة من أجل تثمين ابتكار وترشيد المحتوى. وهنا نفتح قوس ونحيي جهة سوس ماسا أنه أحدث ذات واحد جائزة جهوية خاصة بالصحفيين على مستوى الجهات جهات، ونتمنى أنه هذه الجائزة الجهوية على مستوى الجهات يعني تطبق على جميع الجهات ويعني ينخرطوا فيها رؤساء الجهات على مستوى الوطني. تاسعا، حث مؤسسات التكوين الإعلامي بالمغرب على برمجة الصحافة الجهوية الإلكترونية كمادة قائمة بذاتها في مختلف المستويات. عاشرا، إنشاء إجازة مهنية خاصة بالصحافة الجهوية الإلكترونية في مجال وسائل الإعلام الجديدة لمؤسسات التكوين الإعلامي بالمغرب العمومية والخاصة. 11، تشجيع البحث العلمي في مجال الصحافة الإلكترونية على مستوى الإجازة والماستر والدكتوراه بمؤسسات التكوين الإعلامي وكذلك مراكز البحث بالمغرب. 12، وأخيرا، تكوين مكونين في مجال الصحافة الجهوية الإلكترونية لكل حلفائها. إذا واحد عدد النقاط نظن قال نقول إن الصحافة الإلكترونية بشقها الوطني والجهوي أثبتت أن بمقدورها سبو مكان الصدارة في المشهد الإعلامي المغربي، ولأنها أفسحت المجال أمام حساسيات سياسية وثقافية كان صوتها خافتا في المجتمع ومقصيا من الإعلام العمومي بصفة خاصة، ولأن منسوب حرية التعبير انصفح مع ظهور الصحافة الإلكترونية، فإن الحكومة ملزمة بمواكبة هذا التحول وتقديم كل الدعم اللازم لتطويره وتجويده. والموازاة مع ذلك لا تقع المسؤولية فقط على الحكومة بغية تطوير الصحافة الإلكترونية، بل هي مسؤولية تتقاسمها كذلك يتقاسمها المهنيون مع معاهد التكوين العمومية والخاصة. وبالنسبة للصحافيين الجهويين الإلكترونيين لا منص لهم سوى التزام بأخلاقيات المهنة والسعي إلى ضمان تكوين يتسابق مع سرعة تطور القطاع، وكذلك من أجل أن يحظى هذا القطاع يعني قطاع الصحافة الإلكتروني الجهوي بالمصداقية وبالثقة لدى الرأي العام. وشكرا. الأستاذ رئيس الوالي رئيس الجنين الوالي للصحافة الجهوية، شكرا لك. والآن مداخلة للدكتور إبراهيم الشعبي رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان. تفضل. شكرا السيدة الرئيسة، تحية لكل الحاضرات ولكل الحاضرين هنا بهذه القاعة الجميلة وبهذه المدينة الأجمل. تحية للجهة المنظمة وفي مقدمتها صديق والزميل العزيز.